للمزيد من التفاصيل بينضم لينا عبر الهاتف دكتور حافظ سلماوي، استاذ هندسه الطاقه. اهلا ومرحبا بك معنا في هذا الصباح دكتور حافظ. اسمح لي ابدا مع حضرتك، يعني استفسار عن رؤيتك للجهود المصريه المستمره لزياده انتاج الطاقه المتجدده، وايضا الحديث عن نظام بي او او وكل ما يدور في هذا الشان. صباح الخير وتحياتي لحضرتك او حضراتكم والساده المشاهدين. شكرا. هي طبعا زياده نسب الطاقه المتجدده في شبكه الكهرباء وفي انتاج الكهرباء وفي قطاع الطاقه عموما، لان الطاقه المتجدده ايضا ممكن ان تستخدم ليس فقط في انتاج كهرباء ولكن ايضا في انتاج طاقه حراريه ممكن ان يكون لها بعض التطبيقات في القطاع. بالنسبة لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة، مصر غنية بإمكانيات الطاقة المتجددة، والحقيقة خلال الفترة الماضية نقدر نقول خلال قرابة العشر سنوات الماضية منذ صدور تعريفة التغذية في 2014، الحقيقة تمكنت مصر من اجتذاب استثمارات في مجال الطاقة المتجددة، ونتيجة لذلك انخفضت التكلفة، وصلنا إلى تكلفة تصل إلى نصف تكلفة إنتاج الكهرباء من مصادر زي الغاز الطبيعي، وبالتالي فالطاقة المتجددة بتحقق لنا ثلاث مميزات. الميزة الأولانية أنها مورد حل، وبالتالي لن نحتاج أن احنا نستورد هذه الطاقة. اثنين، أن سعرها زي ما شفنا بقى أقل سعر إنتاج الكهرباء من المصادر التقليدية زي الغاز. ثالث حاجة وهي مهمة جدا، إن كما أشار التقرير وحضرتك أشرت إليه، إن بيتم الاتفاق من خلال اتفاقيات ما نسميها البناء والتملك والتشغيل EOO، وبالتالي اللي هي abbreviation يا دكتور حافظ عن build own and operate. Own and operate أو البناء والتملك والتشغيل. وده يعني ان المستثمر هو بيجي بيبني المحطة ويتملكها ويشغلها وبيبيع الكهرباء المنتجة الى شركة النقل، وبيحصل مقابل ده على ثمن هذه الكهرباء المنتجة لمدة بتتراوح حسب بقى المشروع، اذا كان رياح او طاقة شمسية في 25 سنة، قد يمتد إلى 30 سنة لمشروعات طاقة شمسية، بحيث أن التعريفة بتكون ثابتة، ودي ميزة كبيرة جدا، لأن ده معناه أن أنا عارف سعر الكهرباء اللي أنا هشتريها بعد 20 أو 25 سنة. ده يختلف تماما عن الطاقة التقليدية اللي أنا مش عارف سعر الغاز النهاردة بكام وبكرة هيبقى بكام، طبعا مش هتكلم على السنه الجايه واللي بعديها. فبالتالي ده بيدي استقرار لاسعار الطاقه الكهربائيه، وبالتالي ده بيسمح بالتخطيط الجيد سواء يعني لحين الوصول للارتكاز على الطاقه الجديده والمتجدده سواء طاقه شمسيه والواح وغيرها. دكتور حافظ، دكتور حافظ اخيرا وفي 30 ثانيه ارجوك انعكاس فكره ومنهج دعم اشراك القطاع الخاص في استثمارات الطاقه الجديده والمتجدده اللي انتهجتها الحكومه من خلال قراراتها الاخيره. الدعم بيتم طبعا جزء منه بتمنح الحكومه ضمانات حكوميه للمستثمر لشراء الطاقه الكهربائيه، وده شيء بيبقى اساسي، زائد مجموعه من الحوافز بطاقه وفق قانون كان صدر 2014 خاص بتخصيص اراضي من الدوله بتحديد نسب معينه لقيمه مقابل الاراضي ومجموعه من بالتاكيد دكتور حافظ يعني أطلعتنا بشكل مفصل على الكثير في سياق هذا الحديث، وحدثنا عن جهود الدولة المصرية لزيادة إنتاج الطاقة المتجددة. بشكرك على وجودك معنا دكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة.